مرحبا اليوم رح بنشوف تطبيق توكن ورح بنعرف كيف بنستعمله وشو هني الشركات اللي ممكن تستعمل توكن الاول شي انا بدي فرجيكن البلان لهيدي الفيديو سو so اولا رح بنعرف شو هو توكن وليش بنستعمله وشو هني مكوناته بعدين رح بنعرف مين هني الناس اللي بتستخدمه بالأساس ومين هن العناصر الفعالة وثالثا راح بنشوف كيف بنصنع تاسك وهو أكثر شيء مهم بهيدا التطبيق وكيف بنقوم بإعطاء السائق التاسك اللي صنعناه في Point Number 3 آه بعدين خامسا آه رح بنشوف كيف بنعمل التاسك جورني يعني كيف بتمر الجورني التاسك بمراحل عديدة من إنشائها لحتى آه ما تنتهي آه سادسا رح بنشوف الداشبورد وهو لوحة التحكم آه اللي بيستعملها صاحب التطبيق واخيرا رح بنشوف التطبيق للتطبيق وكيف بنعمله كيف بن بنخصصه كيف بنغير شكله according to our needs يعني حسب طلبنا اولا شو هو توكن وكيف بنستعمله توكن هو عبارة على تطبيق بنستعمله حتى نقوم بإدارة عمليات الاستلام والتسليم هو كتير فعال لأنه في عنده الـ options عديدة يعني في عنده العديد من المميزات أولا هو سهل الاستعمال وسهل البرمجة ثانيا فيك تستعمله إما على الهاتف المحمول او عن طريق اللابتوب في, في عنا في عنا مثل ما بتشوفوا هلا لوحه التحكم للادمن كمان ممكن تشوفوا هيك هي التطبيق للسائق في كمان تطبيق تاني آه، سوري هيدا هو تطبيق الايجنت آه، فيكن تشوفوه كمان هيدا هي هيده هو آه، تطبيق المانجر كمان آه، فيكن آه، تشوفوه طبعا آه، ممكن انه يكون عندكم تطبيق للزبون يعني لل الحريف بس هيدا بيصير on demand يعني ما فيك تحصل على هيدا التطبيق للحريف إلا إذا بتطلب إياه بس يعني لو تاخد بلان طبيعي يعني سامبل رح يعني رح بيكون عندك تطبيق توكن للسائق للمانجر وللادمن فقط آه طيب هاد هي يعني آه الفكرة على التطبيق آه in general آه الآن رح بنشوف من هن stack holders يعني من هن الناس اللي بتستخدم هيدا التطبيق أساسا أولاً آه الادمن وهو صاحب المشروع هو الانسان اللي رح يكون بيتحكم معظما بالتطبيق عن طريق هيدي اللوحه للتحكم في انه يصنع تاسك في انه يمحي آه سائقين انه آه يضيف سائقين آه انه يعمل كتير اشياء عن طريق هيدي اللوحه وراح بتشوفوا آه كتير هي آه مهمه في التطبيق ورح بن يعني بنحاول إن نشوفها ونشوف كيف ممكن نستعملها آه وفي عنا السائق وهو اللي عنده آه الأبليكيشن الأولى هايدي للسائق وهو الإنسان اللي رح يوصل الطلبية أو اللي رح يقوم بالعمل في حد ذاته آه وفي عنا المانجر إذا بنشوف يعني شو هي الدفرنس شو هي الـ الحاجة اللي بتخلي إنه المانجر يكون منه هو الأدمن مثلاً بنقول إنه أنا عندي محل كتير كبير وفيه أولاً في تونس العاصمة محل تجاري وفي كمان في نابل او في سوسا محل تجاري تاني فأنا عندي رئيس المحل يعني هو الانسان اللي يعني بيقوم بجميع يعني هو اللي بياخذ جميع القرارات وهو اللي بيعرف كل شيء عن هيداك المحل اللي موجود بهيدي المنطقة تحديدا فممكن اني اعطيه هيدي التطبيق ل يعني للمانجرز حتى هو يقوم بالتحكم بالسائقين الموجودين في هيدي في هذه المنطقة اساسيا ويكون هكذا التحكم أسهل آه للجميع آه هذه هي الفكرة آه يعني آه حول آه خلق آه الابليكيشن للمانجر وخلق المانجر في حد ذاته هلا رح بنشوف كيف آه بنعمل الكرييشن للتاسك يعني كيف بدنا نخلق تاسك اولا انك تخلق تاسك ممكن انك تخلقه اللوحة التحكم أو مثل ما بتشوفوا هون على السكرين شير إنه ممكن أعمل create task من المانجر application ف مثلا لو أنا بدي أعمل إنشاء لتاسك فأنا ممكن أعمل ثلاث إشي أولا في عنا هيدا البطن يعني في عنا هيدا الزر ممكن لو أنا آه عملت اون كليك عليه آه بتجيني هيدي الفورم وبعمل الكرييشن للتاسك او فيني اني استريد بالجمله عن طريق CSV فايل وفي هيدي يعني في هيدي الاساس ما راح اكتب ولا شي على البلاتفورم بس انا رح اخذ سي في فايل وراح حمله على التطبيق وهيك بيكون عندي العديد من التاسكس كرييتد اون يعني في نفس اللحظه كمان آه، لو في عندي اي آه، ويب سايت لاي كوميرس يعني هو آه، مثلا مثل عنا توت آه، يلو آه، الحريف ممكن انه يقوم بالطلبيه تبعه على هيداك السيت وب يعني هيداك الويب سايت وبعدين هيداك الويب سايت بيبعث لتوكن الـ آه الطلبية وبتيجي يعني اوتوماتيكلي على لوحة التحكم لتوكن وهيك ممكن للادمن للانسان اللي لا يعني اللي هو متكفل بتطبيق الادمن انه يعمل الوكيشن للتاسك للسائق الموجود ف هاد ال هاد الطريقة ممكن إن نستعمل يعني نخلق تاسك عن طريق أبليكيشن ثانية من توكن فهيدون هن الثلاث طرق اللي ممكن فيهم إحنا نعمل تاسك رح أنا رح أعمل أول تاسك لإلنا على هيدي البلاتفورم راح بكتب الاسم ورقم الهاتف وراح بكتب يعني اي ادرس ميل بريد الكتروني وراح راح اعمل رقم الطلبيه مثلا بعدين راح بكتب تونس يا yeah. وراح حدد من وين بدي استلم الطلبية وقبل ايش قبل امتى ممكن اني اسلم الطلبية راح بحط انه ليوم الاربع وراح تكون قبل الواحد ونص ليلا وبعدين راح بعمل هون إضافة نقطة استلام أخرى يعني ممكن أني أضيف العديد من نقاط للاستلام وكذلك ممكن أعمل أضيف نقطة للتسليم هين هون مثلا رح أكتب اسمي مريم وهو رح يتعرف علي أساسا فأنا رح أقول أنه أنا مريم وحدة تانية عشان هيدي الأدرس بفرنسا وراح احدد اني ب آه... اوكي هذا كثير بعيده <applause> وسأقوم بتحديد التسليم يعني قبل الساعة ثلاثة وراح أقوم بخلق الوقت طيب أنا راح أحط هذا هو الوقت راح أخلق التاسك. هيك بتجينا على ال new task is available رح أقوم بقبول التاسك مثل ما بتشوفوا مهمة جديدة الآن فقط فهو يعطيني هيدا التاسك لأنا لا أعمله راح أقوم بقبوله فرح بحمله وهيك أنا بتجيني نوتيفيكيشن مريم عنان has accepted the, task أنا فيني أني أحكي معها عن طريق هيدا الشات فبقلها هاي أنا راح بتجيني هون هاي من جانجل ووركس ممكن إني أحكي مع الكومباني هيك اني بتواصل معهم عبر الشات كمان آه ممكن إني أعمل هيدا التاسك ممكن بتشوفوا هون راح أقوم آه بالبداية هون آه اذا بتشوفوا رح بتجيني الخريطة للعالم وفيها انا فين والتاسك هيدي التاسك فين بالضبط ممكن اني اقوم بالبداية I will scroll right هون عن طريق هيدي اللوحة بتجيني مريم has started the وهيك انا ممكن احط اني اكملته وهيك بتجي مريم هسفة successful completed the task لما بنجي لهون لما بتشوف بتلاقي ايه انه task اكتمل وممكن تشوف انه هيك هو يعني عرض على الخريطة هاد هو التاسك والتاسك اكتمل سكسسفول، أنه أنا حطيت إني أكملته للتاسك، ممكن إنك تظهر سجل المسار السائق، يعني كيف أنا رحت، رح بتشوف إني ما ح... ما تحركت بالمرة، آه في كمان إنك تشوف آه شو التاسك يعني شو الحالة آه للتاسك ناجح. وهيك اشي يعني شو عمل بالضبط آه شو هو الرقم يعني كل شيء انا كتبته ممكن تشوفوا لهيك ومثل ما يعني ما بتعرفوا انه انا ما تحركت فلهيك المسافة المقطوعة هي صفر كيلومتر بس هيدا آه الاشي بيتغير حسب آه ال يعني حسب الاونلاين يعني الاون ريل تايم ممكن تشوفوا انه في عنا العديد من يعني التاسكس اللي غير معينين يعني مثل هاد التاسك هون رح بحكي معكم على انواع التاسك يعني ما هو انواع التاسك ممكن يعني شفتوا كيف انا I assigned the task مانيولي تو تو مريم بس يعني ما حكيت لكم عنه يعني كيف uh, uh, ممكن اني اعمله اوتوماتيك سو يصير يعني بطريقه اليه uh, ممكن لما بعمل انشاء هيدا التاسك في هون فيه هون تعيين تلقائي فيعني ممكن اعمل تعيين تلقائي لمريم حتى لو يعني انا بعرف انه هيدا الايجنت هو حاليا موجود فانا بعمل تعيين تلقائي لهيدا الايجنت يعني لما بعمل التاسك ما بستنى لحتى هيدا الايجنت بيقوم يعني بيرفض او بيقوم قبول التاسك بس هو بياخده تلقائياً فهاد هو ال ال allocation automatic allocation كمان أنا بدي أحكي على الحالات للتاسك يعني شو شو هي الحالات اللي ممكن ياخوها ياخدها التاسك أولاً التاسك ممكن يكون معين غير معين ممكن تعرف كل جميع الانواع عن طريق هذه الصفحه يعني اولا ممكن تشوف يعني هذه القائمه هون يعني لما بتنزل يعني بتضغط عن كلمه قائمه في عندك التاسك الغير معين يعني هو التاسك بال... يعني لازال يعني لازال غير يعني ما في ما في ولا ايجنت ب بي, بي ما في ولا ايجنت بيشتغل عليه ما في ولا ما في ولا ايجنت بيشتغل عليه بيسكلي عين لما انا عدت لمريم ال هيدا التاسك قلت لها بتقبله ولا بترفضه هاد هو في وضع التعيين يعني هو بيكون راد يعني بيكون انه معين لأحد بس أنا طلبت التعيين لإلو موافق لما ال agent يعني السائق بيقبل ال بيقبل هيدي التاسك بس ما بيبدا فيه آه لما بتبدأوا فهو يعني في بدا في التقدم يعني لما هو بيكون على الطريق يعني اخذ ال يعني الاوردر استلم الطلبيه وراح يكون يعني في طريقه الى نقطه التسليم ناجح مثل هلا بتشوفوا هيدا هو ناجح لانه انا يعني حطيت اني كملت الطلبية كملت كل شيء فاشل لو ما قدرت اوصل يعني فت الديدلاين وما حطيت اني يعني كملته للتاسك رافض لو انا رفضته للتاسك مثل يعني من شويه كنت ممكن اني ارفض التاسك او الغيت لما يعني الانسان بعد ما انه اخذ قبل التاسك بس بعدين ما في ما يعني ما عنده ليكمله فبيلغي التاسك نهائيا فهني دول هني هم يعني هني دول الحالات المتواجده للتاسك هلا بنشوف التاسك يعني بعد التاسك جورني بنشوف الداشبورد يعني لوحة التقد يعني التحكم اولا لوحة التحكم لتوكن هي بتاخد يعني تو فيوز يعني منظرين المنظر الاول بيكون فيه الخريطة والخريطة ممكن انك تختار فلايت ماب وهو برودكت لجانجل ووركس احنا بنسوقه او فيك انك تاخد جوجل مابس اذا انت يعني كتير عندك جوجل مابس وتستعمله كتير في عندك على يدك اليسار تاسكس يعني هي الليست لجميع التاسكس اللي انت رح تقوم بها في عندك الغير معين آه يعني هن تاسكس ما في يعني ما في اي آه واحد آه رضا انه ياخدن رح بعمل هون اعادة المحاولة ورح بتشوفوا انه في عندي هيدا النوتيفيكيشن آه بتجيني آه كمان في عندك تم التعيين يعني خلاص اتعين هيدا التاسك وفي عنا المكتمل لو انا هلا بعمل ابديت رح بتشوف انه ما ما رح يكون عندي يعني خلاص هيدا التاسك فينيشت بس لانه الوقت يعني لسه وقته ما كمل فهو يعني ما هو في أول يعني ما هو في مكتمل أه طيب أه هلا في عنا أه هيدو الديتيلز يعني في عندك كل التفاصيل عن الحالة يعني هي, هي ناجحة وصفة تاسك وشو بيعمل لو انا كتبت description يعني كتبت اي وصف للتاسك ممكن انه ي... يكون باين هنا من امتى ابتدى انتهاء بالامتى لما حاول يعني بتحب انك تعمل تتبع فممكن انك يعني تضغط عن هاي على هيدي ال دل... اللينك آه كذلك ممكن تشوف لأي فريق آه هيدا الأيجنت آه بينتمي آه فيك تشوف الأوردر آه وإمتى يعني آه الداش آه يعني استغرق ال يعني التاسك ليوفى يعني لينتهي وشو هي المسافة المقطوعة كمان ممكن انك تشوف جميع التوصيلات اللي قايم اللي بيقوم بها هيدا الايجنت آه وذلك يعني ممكن تشوف هون العميل يعني شو مين هو العميل و وكل شيء يعني انا كتبته عن هيدا العميل كمان فيك تشوف التاريخ وشو عملت بالضبط وشو يعني آه الشيء اللي آه ما يعني تشوف عملت بالزبط. شو عملت بالضبط هون فيك تشوف على اليسار يعني فيك على اليسار تشوف الايجنس يعني السائقين المتاح هو الانسان اللي اونلاين يعني لانه انا الان فاتحه الأبليكيشن على الموبايل تبعي مشغول يعني هو هلا بيعمل توصيله يعني هو بيوصل اوردر وغير ناشط يعني هو منه اونلاين بس هيدي هي، آه في عندك آه كتير فلترز يعني ممكن تشوف تطبيق يعني في التطبيق التاسكس اللي هن لليوم آه بس وفيك تشوف يعني آه آه يعني حسب الوقت وهيك كمان فيك تشوف آه يعني شو هن التاسكس لبكره وهيك وفي عندك فلترز اخرين يعني لو في عندك العديد من الفرق ممكن انك تشوف الديفولت تيم وين بتشتغل او الـ يعني التيم الثاني فين بتشتغل اذا هن الكل يعني موجودين حاليا آه وفيك ترى فيك تشوف يعني اذا في ايجنت موجود رح تشوف نقطه خضراء على الخريطه آه كمان الخريطه ممكن تشوفها يعني آه ممكن تعمل زوم ان زوم اوت لتشوف يعني اما خريطه العالم باكملها او او لا ممكن تشوف الايجنتس اللي منهم بيشتغلوا فين بالضبط مثلا في عنا ايجنت بالمغرب فهو حاليا منه موجود لهيك بتشوف انها جراي بس انا يعني اي اونلاين فبتشوف اني جرين لو في اي ايجنت تاني موجود راح بيكون يظهر على الشاشه بس حاليا ما 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 بتخيل فيه لانه يعني ما فيه هيدي هي كانت الصوره على الـ على توكن لما بتحط الفيو تبع الخريطه لما بنحط الفيو تبع القائمه فاحنا بنشوف الليست بتاع جميع ال التاسكس اه ممكن كذلك نشوف اه التاسكس يعني لما ندمجهم مع بعض لك هذا لو اه هذا لليوم بنشوف مثلا اذا انا عامله على 30 يوم في يعني ففي عنا العديم العديد من التاسكس ممكن تشوف انه ممكن انك تحطهم كلهم مع بعض تدمجهم انت كلهم مع بعض لتاسك واحد او فيك انك تاخدهم على وحدة فقط يعني هيدا هي التاسك كامل او جميع المراحل كل مرحلة وحدة يعني لوحدة يعني التسليم لوحده التوصيل لوحده وهيك يعني في كمان انك تعمل امبورت يعني تعمل اكسبورت لجميع التاسكس وجميع حالاتهم لو اردت ان تحتفظ بهم في سي اس في فايل وفي كمان انك تعمل فلتر فيك انك تشوف التاسك اي دي بتاع اي واحد للتاسكس تبعك وفي عندك آه كمان ال آه آه النوتيفيكيشنز ممكن تشوف يعني مثل آه آه هلا لو في عندك اي ابديت آه او اي شيء يعني حول التطبيق فممكن انك تشوفه عن طريق آه هيدا الباتن يعني زرار ال الألارم، كمان ممكن تشوف لهيك لوحة القيادة، ممكن تشوف ال agents. يعني في عندي ثلاث agents، فأنا ممكن إني أشوفهم، ويعني بعرف أسا اسمهم بالكامل، ممكن بلش أغير الصور تبعهم. يعني لو بدي أحكي معهم ممكن إني أتكلم معهم حسب نظام الدردشة ممكن إني أغير إسمهم أو أي شيء حولهم لك مثلا بدي أضيف صورة أو يعني بدي أغير نوع النقل أو أي شيء فمثلا بناخد هيدا البروفايل ممكن إني احط اسمه آه، اسم الع العيلة البريد الإلكتروني الهاتف اسم المستخدم آه، كمان إذا أنا عاوزة إذا أنا بدي آه، آه، يعني يكون عندي كلمة سر تا آه، I can access to my application على ال يعني تا ممكن آه، بشوف ال تبعي للagents فممكن إني يعني I define آه لايك باسورد يعني ممكن اني اعمل باسورد كمان فيني اغير التيم uh, بعدين بقول لكم كيف بنعمل تيم في هيدا الابلكيشن وممكن اني نعطي لل للايجنت رول يعني هو مثلا بيعمل ديليفري للمطاعم فقط او بيعمل ديليفري لل فورنيتشر فقط فهيك يعني كمان ممكن اني اغير في نوع النقل يعني ممكن اني اقول انه يعني مثلا عنده تراك عنده سياره عنده موتوبايك عنده سكوتر عنده بايك بيمشي على رجليه في عنده باس في عنده يعني جيتسكي ومثلا بعطي وصف النقل نموذج سنة السنة وهيك شي اللوحة المعدنية وفي عندك اللون لحتى لما يحضر هيدا السائق لمكان الاستلام او مكان التوصيل ممكن انه العنصر الثاني يتعرف عليه ويعني يكون عنده أكتر انفورميشنز عليه وفي كمان انك ممكن تحط للايجنت تبعك صورته لحتى يكون البروفايل تبعه مكتمل كمان فيك انك يو سيرش ايجنتس يعني فيك البحث على السائق عن طريق هيدا الفيلد او فيك انك تشوف يعني يعني حاله السائق اذا هو الان في العمل غير متصل على الانترنت هل هو الان يعني مشغول او يعني لازم انه يعني يعمل اول مره ساين اب كمان فيك يعني تعمل إضافة للأيجنس عن طريق هيدا الزرار أو عن طريق استيراد CSV file كمان فيك إنك يعني you download جميع الـ الـ Agents جميع السائقين عن طريق هيدا الباتن فيك تعمل فلتر عن فلتر عن السائقين فيك إنك تعمل ريفريش لما بتغير أي شيء في الإيجنت وما بيتغير يعني ما بيظهر التغيير فممكن تعمل تحديث وهيك بتشوف جميع التغييرات اللي قمت بيها على التطبيق كمان في عندك لست للعملاء يعني قائمة العملاء هي أساسا بتاخدها لما تصنع تاسك جديد فلما مثلا انا بحط انه مكان التسليم اسم الانسان اللي رح يسلم البضاعة هيك شي فهو اوتوماتيكلي توكن uh, بكل طريقة تلقائية بيقوم بجمع تلك المعلومات وبيحطها عنده في الداتابيز للحرفة للابليكيشن تبعه فممكن انك تشوف customers يعني العملاء بالاسم او عن طريق الكاستمر اي دي ممكن انك ترتبهم عن طريق النيم او يعني تعمل سيرش اكزاكت يعني ممكن تختار انت يعني بـ 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 بتبحث عن عن ايش بالضبط و وشو هو العامل اللي انت اخترته تحت تبعت على العملاء ممكن انك تضيف عملاء من خلال هيدا الفورم ممكن تكتب اسمه والتاجز وكل شيء يعني وتضيفه او تلغيه أو فيك أنك تعمل استيراد العميل يعني بتسترد العملاء عن طريق الـ CSV فايل كمان أو أنك تصدر جميع العملاء اللي بيشتغلوا معك طبعا هون بتشوف جميع العناوين اللي احنا كتبناهم وهيك لوحة التحكم لتوكن بتحتوي عن اسمها اناليتكس وهي تعمل تحليل عن جميع الخدمات وجميع الاشغال وجميع المعاملات التي صارت على التطبيق في حد ذاته وهكذا يتمكن السائق يعني صاحب التطبيق من معرفة يعني عدد التوصيلات التي قامت بها شهريا وكيف هي حالة جميع السائقين أو حالة التاسكس لهون فرح ابتدي في الريل تايم أولا ممكن إن نشوف هلا أو امبارح شو صار هيدا الشي بياخد كتير وقت لأنه يعني في يعني calculation يعني في حساب ممكن تشوف يعني جميع الانفورميشن جميع المعلومات حول الشغل وكيفية إدارة الأشغال في هذه في هذا التطبيق كذلك يعني ممكن تشوف هاي دول ال... ال... الأرقام اندبندنتلي يعني تشوفهم مثل ما بتريد في كمان الاعدادات وهي ال... آخر شي بدنا نحكي عنه سو so, أولا أنواع العمل بتختلف بتوكن في عنا خدمات الاستلام والتسليم وهو أول يعني موديل نوع بنستعمله وهو مثلا لتوصيل البقالة أو المشروبات أو خدمات الغسيل أو غيرها من الخدمات في عنا المواعد مثلا هي للناس المصممي الزفاف أو مصممي الأزياء أو يعني للبيوتي سالونز وهيك وفي عنا القوى العاملة المدنية هي مثلا لعرض المنتجات أو يعني لي تسويق للمبيعات لهذه الأعمال مثلاً إذا أنا صاحبة مشروع أريد أن أبيع أي برودكت فأنا يعني رح سلم هذا البرودكت فأنا سأختار نوع العمل الأول بس إذا أنا يعني I am hairstylist وأنا بدي يعني موعد مع الزبون فأنا رح اختار الموديل الثاني او في الاخر اذا انا مثلا شركه وعامله منتوج جديد وبدي انه الحرفاء يشوفوا هذا المنتوج ويعني يجربوه فأنا رح استعمل القوى العامله المدنيه فهيدي هن انواع العمل في عنا في عنا Tracking Paint Customization يعني في عندك جميع أنواع التخصيص يعني تتشوف كيف تكتب لل يعني كيف بتشوف يعني الأيجنت يعني شو شو بدك تشوف بالضبط في عندك الماب كونفيجوريشن مثل ما قلت اوريدي في عنا فلايت ماب او جوجل ماب آآ وفيك تختارهم في عندك العديد من ال الخانات اللي لازم انك تعمرها اذا بتستعمل جوجل ماب لانه فمثل منه يعني منو البرودكت لجانجل ووركس فتحتى تعمل انتجريشن بتاع جوجل مابس على توكن لازم انك تعمل هاد الشي كمان فيك تبدل الكلرز وهيك للتطبيق according to your chart Graphic. كمان فيك تعمل تاسك فيو أو mission فيو أو بوث فيك إنك تغير الوقت تغير تنسيق الوقت يعني structure كمان فيك تغير الوحدة اللي ممكن إنت تكون comfortable باستعمالها يعني إذا حابب kilometers أو حابب miles آه، كمان في عندك الـ راوند uh, سيتينجز يعني مثلا uh, بتحط uh, اذا انت عملت 5.6 uh, يعني 5.6 كيلومتر فاذا بتعمل ديفولت uh, فرح فراح تقعد هيدي هي uh, اذا بتعمل راوند اب يعني بيعطيك اكثر من الكيلومترز اللي uh, جو إذا راوند down يعني لما بتقله five point six هو راح بيعمل six بس فما round أوف إنه بينحي كل الفواصل كمان في عندك تمكن من الوصول إلى التحكم يعني في عندك إذا ما بتحب إنه الكاستمر بتكون بياناته موجودة مكشوفة فممكن إنك تنزل على هيدا الزر وهيك بيكون أكتر سلامة معلوماتية ممكن إذا مثلاً اتأخر السائق ففي عندك أوبشن اسمها ask the, يعني delay settings وممكن انك يعني تختارها حتى تعرف يعني كم من يعني كم من دقيقة او كم من ساعة تأخر السائق في حد ذاته في عنا تتبع اعدادات الارتباط يعني مثلا لما تحب انك تخلي العملاء والسائقين يتواصلوا مع بعض أو يتواصلوا معك ممكن تخليهم يعني يكلموا بعض وهيك فممكن انك يو ابروف يعني انك تقبل بيا او لا فعن طريق هيدول الاوبشنز ممكن انك تخليهم يقبلوا بيا او لا وفي عندك اعدادات تخصيص السيارة يعني مثلا توزيع السيارات على مستوى الفريق مثلا آه تكون عندك فريق اللي عنده آه سيارة بس أو يعني العديد من السيارات من السيارات فأنت ممكن إنك تغير السيارات في قلب هيداك الفريق وتشتغل آه بيها في كمان إعدادات بالسياحات بالمساحات الجغرافية آه وإحنا يعني بنقول إنه جيوفانس وهو يعني مثلا لو انت تشتغل على منطقة معينة وما فيك تخرج من هيدا المنطقة فممكن انك تعمل global settings يعني تعمل global settings على geofence أو بتقول مثلا هيدا الفريق بيشتغل بتونس بس هيدا الفريق بيشتغل بدمشق هيدا الفريق بيشتغل بلبنان مثلا وهيك يعني بتكون خصصت هيدا الفريق لهيدي المكان يعني البقعة الجغرافية بالتحديد كمان ممكن تعملها على التسليم فقط أو على الاستلام فقط وهيك هاد هني التفضيلات يعني هيدي ال preferences هلا بنشوف الملف الشخصي للإنسان وهو صاحب ال الابليكيشن فانت يعني لما بتشتري الابليكيشن راح بيكون هاد هو الاسم تبعك وهيدا الرقم لشركتك وهيدا هي الرقم اللي بشوفوا يعني بتشوفوا على لوحه المفاتيح تبعك طبعا فيك انك تغير اللغه حسب شو بتريد يعني انا هون حطيتها باللغة العربية لانه هيدا الديمو باللغة العربية فيك تغير كلمة السر كمان يعني بتحط كلمة السر الحالية وبعدين بتحط كلمة السر الجديدة وبتعيدها ممكن انك تحذف الحساب او انك يعني تختار انك تعمل حقوقك في عندك قوالب هيدي هدول القوالب مثلا هون هن فورمز ممكن انك تصنعهم حتى تتمكن من انك تاخذ معلومات اضافيه انت كصاحب مشروع بدك اياها بس ما موجوده حاليا على التطبيق مثلا انا بدي انه الايجنت بيوريني صورته او اسمه او البريد الالكتروني تبعه بس انا بدي مثلا اعرف قديش رقم البطاقه البطاقة التعريف الوطنية مثلا او شو هو رقم اللايسنس للدرايفينج يعني لإله وهيك فأنا ممكن اني زيد العديد من ال 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 الخانات حتى اكتب عليهم يعني شو بدي اعرف بالضبط اسم القالب يعني ممكن اني اقول انه هاي هي يعني درايفنج لايسنس نمبر وهيك واكتب شو هو يعني ممكن الاجنت يمكن, يمكن انه يقراه فقط انه يقرا ويكتب انه ما يشوفوا بالمرة وهيك ممكن تحطوا إنه مونداتري يعني لازم إنه يكتب هيدا يعني لازم إنه يعمر هيدا الفراغ أو إنه يعني يكون نون مونداتري وفي هيدا يعني الأساس ما رح يكون كتير يعني اذا اذا ما كتب في شيء ممكن انه يحفظ الفورم ويعني يعمل الايجنت يعني ممكن انه الايجنت ينخلق في كمان تنبيهات التطبيق وهن الالارم ممكن انك تتحكم فيها يعني اذا يعني ولا شيء محدد او انه يعني بس تعمل تنبيهات اذا في شي مهم بس بس منو كل يوم او يعني لو في حاجات انا لألك بتيجي وما في يعني وبتجيك نوتيفيكيشن فانت والبريفيرنسز تبعك وبعدين لما بتعمل اي موديفيكيشن لازم انك تعمل حفظ حتى يعني ينحفظ كل شيء انت كتبت إياه كمان فيك انك تعمل السياح السياح الجغرافي السياج الجغرافي وهو الجيوفانس وانك تختار مكان يعني محدد أو يعني بقعة جغرافية محددة من خلال هيدا الفورم وهيك ممكن أنك تشتغل على منطقة يعني جغرافية معينة ما تخرج منها وممكن أنك حتى تحط list of agents يعني مجموعة من السائقين لهيدي المنطقه بالتحديد او انك يعني تحط فريق واحد هو اللي بيشتغل على هذه المكان بالتحديد في عندك اوبشن انك تستعمل يعني انك يو كان هاير يعني ممكن انك تدخل معك سائق بيشتغل از فريلانسر يعني منه شغل من الصبح للليل بس يعني ممكن انه يشتغل معك لساعتين ثلاثه وهيك والحاجه الباهيه انه هيدا الايجنت ممكن انك تحط انه الايجنتس اللي بيشتغلوا معك فول تايم هن في عندهم آه، اسبقيه وفي عندهم برايورتي على الفريلانسرز ممكن كمان انك اذا يعني بتريد انك تعمل سبسكريبشن فيز يعني تعمل آم... يعني اشتراك شهري وبهذا الاشتراك ممكن انه الايجنز اللي انت بتشتغل معهم انهم ان يعطوك فلوس حتى يشاركوا معك بالابليكيشن في عندك كمان الفرق يعني فيك انك تخلق فرق وهاي دولي الفرق يعني تشت... تكتب اسم الفريق مثلا فريق الجروسري فريق التكستيل وهيك في عندك ال... هيدي الفريق يعني هو مرتفع القيمة أو هو من... يعني متوسط أو هو يعني منه كتير منيح يعني منه كتير prioritized وفي عندك العلامات يعني مثلا بتقول هي هون فود اكل شرب محلات تجاريه هيك حتى تع يعني لما بيشوف ال الادمن هاي دول التاجز بيتفكرون وممكن انه يشتغل فيهم وكمان يعني ممكن انك تعطي الادرس يعني تعطي العنوان للتيب للتيم حتى يعني تعرف هن فين بالاساس وممكن انك تنزل على تضغط على انشاء الغاء مثل ما فعلت وهيك نيجي للمانجر فممكن هون انك تروح تزيد مانجر على البلاتفورم ويعني وهي كتير سهلة كمان مثل الايجنت ممكن تحط هو مانجر على اي تيم بالاساس وهيك يكون عندك مانجر جديد كمان فيك التحكم بالمانجر بالتطبيق للايجنت ممكن مثل ما شفتوا هلا انه انا حاطه قبول ورفض لهلا لهيك جاني قبول ورفض بس في الاقرار يعني ايه وصل وبس وفي ولا شيء يعني بس بيوصل التاسك ما في ولا نوتيفيكيشن ولا شيء في عندك المراحل الاساسيه آه يعني لإنشاء التاسك لإنجاحه لوصول السائق للمكان الأخذ أو من لمكان التوصيل فممكن آه يعني نخفي زرور الوصول، زرار الوصول يعني ما في مشكلة أنه ما يكتب وصل أو زر الغاء أو زر الفشل يعني ما في أنه ما يكمل التاسك لازم أنه يكمل التاسك في عندك الريزنز يعني لو مثلا انسان قام ب عدم قبول تاسك معين فانت لازم انك يو specify what is the reason يعني تقول شو هو الشيء اللي خلاني اني اعمل هيك اشي ويعني ما اكمل التاسك تبعي التنبيهات هي notifications يعني في عندك اربع خيارات سوري آه, ثلاث خيارات آه, اما عن طريق الاس ام او عن طريق الايميل او عن طريق الويب هوك يعني ويب هوك هو notifications اللي بيجوا على الويب سايت مثل ما بتشوفوها وفيك عندك هون آه, ممكن انك يو تشوز تو انيبل اور يعني انك آه, آه, تخدم او انك تقفل ال النوتيفيكيشن يعني التنبيه وسيله التنبيه عن طريق هذا الاشي بس ما فيك يعني تعمل configuration للاس ام اس الا اذا في عندك آه آه تطبيق ثاني هو اللي بيشتغل على الاس على الاس وهيك توكن ممكن انه آه يشتغل مع هذا التطبيق تا يعمل سنكرونايزيشن ويعمل آه كل ما يعني كل كل الخدمات حول النوتيفيكيشن في آم كمان آم ممكن انك تزيد نوتيفيكيشنز كمان في عندك صلاحيات التحكم الصلاحي للدخول يعني ممكن انك تصنع دور لاي مانجر مثلا او اي سائق او اي شيء